من الفوائد المتعلقة بفصل الشتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد أنه قال: الشتاء ربيع المؤمن. قال ابن رجب رحمه الله كما في لطائف المعارف قال: سماه ربيعا، وذلك لأن البهائم ترتع في الربيع حتى تصح أبدانها، فكذلك في فصل الشتاء هو ربيع للمؤمن ليستكثر منه وفيه من طاعة الله عز وجل. ولذلك في زيادة البيهقي قال: طال ليله فقام وقصر نهاره فصام.